احمد. انا كنت كاتبه ريفيو على الجود ريدز، ان انا اولا كنت مبسوطه اول ما قرات المجموعه القصصيه، لان كلنا كاصدقاء لاحمد كنا منتظرين اول عمل ليه، يعني كلنا يلا يا احمد يلا 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 الكتاب يطلع، يلا كلنا في انتظار. علشان برضو اكون منصفه، هو ممكن هو اول عمل لاحمد، لكن هو مش احسن حاجه ممكن يقدمها احمد. يعني احنا بمعرفتنا باحمد كاصدقاء، هو عنده كتير ويمتلك كتير من الثقافه ومن الوعي، وعنده ادوات عظيمه جدا. هو ده بيبان طبعا، يعني من يعني كناقد ده بيبان طبعا، يعني بيبان في شغل كتير. لكن هي كخطوه اولى، هي فيها برضو لعبه كده. انا يعني مش عارفه، انا مش همسك مجموعه، يعني مش همسك قصه واقعد اتكلم فيها. انا عايزه اتكلم في الاطار العام. انا اكاديميه ماجستير جامعه عين شمس، ومتخصصه في النقد. اول ما مسكت المجموعه القصصيه كان عندي سؤال، هي دي مجموعه قصصيه ولا متتاليه قصصيه، وايه الفرق؟ فلو جينا كده نبص، يعني هنقول ان اولا المتتاليه القصصيه ليها شويه عناصر، ان هي لازم تكون مرتبطه برباط معين بيحدده الكاتب، سواء الزمان او المكان، مع انفصال كل قصه بحد ذاتها، يعني القصه تبقى منفصله بحد ذاتها، وما مش لازم يكون ليها بدايه ونهايه محدده، لكن في الاخر اطار واحد بيربط لي المتتاليه دي كلها ببعض. طبعا من خلال قراءاتكم انتوا شفتوا ان القصص كلها ممكن اقراها زي ما الاستاذه قال. انا مش عارفه انا نبدا من اي قصه، سواء من الورا او لقدام. وانا بختلف مع حضرتك في حاجه زي دي، انا شايفاها متتاليه قصصيه، انا شايفاها بتتكلم عن نفس الشخص. ما هو شخص واحد، هو بيضحك علينا، بيستخدم شويه الفاظ فلسفيه على شوية جمل طويلة. طبعا انا مش هتكلم على اللغة، يعني اللغة طبعا في شوية حاجات كان فيها اخفاق، بس ده معروف، يعني بيبقى شغل مصححين لغويين وكده، فده يعني بنفهمه احنا. فيما يخص، معلش انا اسفة، معلش بخرج من الكلام كتير، فكرة استحقر واستحقار الاستاذ اسامة اشارها، لا هي صحيحة، كلمة صحيحة ما فيهاش اي خطأ، مستخدمة جدا طبعا. مستخدمة جدا ومعمولة في المعجم، يعني لو مش مستخدمة يستحقر هي لفظة صحيحة جدا، صحيحة بس المعنى غلط. زي ما قلت لك، الانسان قريب يكفر ويستحقر. يستحقر يعني معلش فانا زي ما بشوف، يعني زي ما قلت ان انا شايفاها متتاليه قصصيه. طبعا انا شايفاها كده، لان هي بتتكلم عن شخص واحد. طب انا عرفت ده منين؟ في قصه اللي هي قصه الدرجات الخمسه هقرا بس جزء منها، اللي هو الراوي العليم هنا بقى بيقول: وقفت طويلا امام الدرجات الخمسه او السته للمقهى، وقد تملكني خوف ذلك الصبي منذ ما يقرب من 15 عاما سابقه على تلك الوقفه، ذلك عندما وقف وقفتي نفسها هذه يرقب ابن عمه الذي يكبره بين. هو مش ابن عمه، ده هو نفس اللي كان قاعد على القهوه من 15 سنه، هو. فانا بتكلم في الاخر عن بني ادم واحد، فانا شايفاها متتالي. انا في الاخر بمشي نفس الاطار. طب هي حيواته ايه؟ انا عندي نوع من انواع التوتر والارتباك على طول النص، شويه مش
بشرب شاي بلبن وشويه بشرب شاي شويه شامم ريحه خوخ وشويه في لما باجي احضنها وشويه شامم ريحه مش عارفه ايه وشويه بسمع سومه وشويه بذكر كلامها باللغه الاجنبيه وشفت نوع من انواع الارتباك العاطفي كمان ده هو بيحب اتنين في نفس الوقت بيعزم واحده فيهم على الفطار وبيعزم الثانيه على الغداء فهو مجرم هو شايف في مرايته ان هو مجرم وقادر يعمل التداخل ده فلا ده بني ادم واحد وبني ادم جواه صندوق اسود عمال كل شويه بيغوص فيه ويغوص في ابعاده عشان يطلع الكلام ده كله ويحاول يداوي نفسه ويطلع لنا ان الانسان ممكن يعيش حيوات كثيره داخل حياه واحده من خلال الاشخاص اللي بيمر بيهم او حالات الحب اللي بيمر بيها طوال حياته فده كان رايي وقراءتي البسيطه للمجموعه اتمنى يعني ليه مزيد من النجاح والتوفيق وانا عارفه ان هو يمتلك اكثر من ذلك بكثير فربنا معاه ومسيبك